في عام 2013 وصلت رسالة لشرطة فرانسيسكو الأمريكية، بيقول صاحب الرسالة إنه هو العقل المدبر لعملية الهروب من سجن الكاتراز. وإنه هو مستعد يسلم حاله ويحكي كل إشي بشرط واحد، إنه يتلقى العلاج المناسب بعد ما اشتد عليه المرض، لأنه صار عمره أكتر من 80 سنة. الغريب إنه الشرطة الأمريكية أصدرت بيان بعد ساعة واحدة فقط، أعلنت فيه عن قبولها للعرض وإنها بانتظاره، وقالت إنها راح توفر له أفضل عناية ممكنة. إلا إنه السجين ما رجع تواصل معهم أبدا، وكأنه كان عم يتسلى فيهم أو يمكن مات. المهم السجين ما رجع رد. لتضل عملية الهروب من سجن الكاتراز أذكى وأقوى عملية هروب عرفتها البشرية، لأنه المكان اللي هربوا منه كان معروف باسم الجحيم. للي عم بيشوفوني لأول مرة، أنا أبو الصادق وبحكي عن كل شيء غريب وغامض على كوكب الأرض. وكالعادة قبل ما نبلش، خلونا نتذكر أنه إحنا بعدنا مقاطعين ومكملين، ولا تخلي هذا الفيديو حتى لو عجبك ينسيك أنه ما النصر إلا صبر ساعة. أما اليوم فرح أحكي لك عن أذكى خطة هروب عرفتها البشرية، القصة اللي فيها أحداث وتفاصيل مستحيل يتخيلها عقلك، والأهم من كل هذا إنها موثقة وكل تفاصيلها حقيقية 100%. وبسبب هاي القصة اتسكر السجن وتحول لمعلم سياحي، وكتبوا على مدخل السجن: أحلام الحرية قد حطمت على صخرة الكاتراز إلى الأبد. السلام عليكم يا اخوان. اول شيء قبل كل شيء بعتذر على القطعه الطويله. يمكن مبين معكم من الغرفه اللي انا قاعد فيها انه البيت فاضي تماما، انا نقلت على البيت الجديد واموري جدا مخربطه. عارف انكم مشتاقين للقصص، خلونا نبلش بالقصه تبعت اليوم لانها جدا راح تعجبكم. الجزيره اللي قدامك مش جزيره سياحيه ولا مكان بتتمنى انك تزوره بيوم من الايام. هاي الجزيره هي سجن الكاتراز اللي تأسس سنة 1934. يعتبر هذا السجن الأكثر تحصينا في تاريخ البشرية كلها. طريقة بنائه والتفاصيل اللي فيه تم تصميمها بعناية، مش بس عشان تمنع السجناء من الهرب، وإنما لتأديبهم وتدمير نفسيتهم كمان. طبعا هم عملوا هيك لأنه هذا السجن عبارة عن إصلاحية، وكل النزلاء اللي فيه كانوا مساجين جايين من سجون ثانية موجودين بالولايات المتحدة. يعني لما الشخص يعمل جرم بأي مكان بالولايات المتحدة، الدولة بتحطهم بالسجن بحسب الجرم اللي هم عاملينه. لكن لما الشخص يعمل جريمة أو يخالف القوانين وهو جوا السجن، فبنقولوه على الكاتراز كعقوبة. ولك أن تتخيل ما هو الكاتراز. أولا، السجن موجود بجزيرة مهجورة مساحتها 22 هكتار. الجزيرة بتبعد مسافة 2 كيلومتر عن مدينة سان فرانسيسكو. مناخ هاي الجزيرة بارد جدا، وحواليها كتل جليدية. بالصيف وبشهر آب تحديدا ممكن توصل درجة حرارة مياه البحر ل 12 درجة مئوية فقط، أما باقي السنة فدرجة حرارة هاي المي ما بتزيد عن الصفر. بالإضافة لأنه في تيارات مي قوية جدا، يعني الإسباحة فيه إشي مستحيل. فوق كل هذا الكلام، السلطات الأمريكية كانت تروج لفكرة إنها هجنت حوالين الجزيرة المئات من أسماك القرش والحنكليس الكهربائي، عشان إذا حدا فكر إنه بيقدر يتحمل درجة حرارة هاي المي ويحاول يهرب، يعرف إنه في أسماك قرش وحنكليس عم تستناه. طبعا هاي المعلومة ما كانت صحيحة، إلا أنه كان هدف السلطات الأمريكية أنهم يزيدوا من الرعب عند السجناء، ما يخلوا أي حدا يفكر مجرد تفكير أنه يهرب من هناك. ويا سيدي على فرض أنه واحد من السجناء قدر أنه يهرب، ما خاف من المي الباردة أو من أسماك القرش أو أسماك الحنكليس الكهربائية، فالجزيرة هناك مليانة قناصين كان معاهم أوامر أنهم يقتلوا أي سجين بيحاول يهرب. طبعا كل اللي حكيت لك إياه هو عن الجزيرة فقط، أما تصميم السجن والحراس اللي كانوا يشتغلوا فيه فهذا موضوع ثاني تماما. السجن مصمم بطريقة ليكون الكل مكشوف فيه. الزنزانة مساحتها صغيرة وإلها سور معدني بيكشف كل إشي جواتها، بتتألف من تخت ومغسلة وتواليت مكشوف أجلكم الله. على مدار الساعة في حراس بيضلهم يلفوا بين الزنازين، طبعا هم بيضلهم يلفوا عشان يراقبوا تحركات السجناء حتى هم داخل الزنزانة. ممنوع الخروج من الزنزانة لأي سبب كان، إما الأكل أو الفسحة. مدة الأكل بمطبخ السجن نصف ساعة تماما، والفسحة بساحة السجن كان مدتها 6 دقائق فقط. الحمام كان مرة واحدة بالأسبوع. المساجين هم اللي مسؤولين عن أعمال التنظيف والطبخ والصيانة والترميم داخل السجن.
كانوا يشغلوهم بنظام الورديات، وكل واحد فيهم له مهمة بالسجن. كانوا يطلعوه من الزنزانة تبعته وقت لما يكون عنده شغل فقط، وبمجرد ما يخلص شغله بيرجعوه على الزنزانة وبقعد على سريره بدون ما يعمل أي إشي ثاني عشان ما يعاقبوه. طبعا سجن الكتراز ما كان عقوبة للسجناء فقط، أي حارس سجن أو شرطي سيء السمعة أو سلوكه بخالف القوانين كانوا يحطوه بسجن الكتراز عشان يخدم فيه. عشان هيك أسوأ الحراس والشرطة الأمريكيين كانوا يخدموا هناك، والعلاقة بين السجناء والحراس كانت سيئة جدا، سيئة لدرجة أنها كانت بتوصل لحد التعذيب. السلوكيات اللي كانوا يعملوها هناك كانت مش طبيعية، لدرجة أنه اسم السجن صار الجحيم. بنظر الكل هذا السجن كان نموذج مصغر عن جهنم، وكان في جملة مشهورة كثير مكتوبة بكل مكان بالسجن: على صخرة الكتراز تتحطم أحلامكم بالحرية. يعني من الآخر موضوع الهروب من السجن كان حلم مستحيل. ورغم كل شي حكيت لك إياه صار في 14 محاولة هروب من السجن، وكل السجناء اللي حاولوا إنهم يهربوا تم إعدامهم ميدانيا عشان يتربى فيهم باقي السجناء. طبعا للأمانة السجناء كانوا جدا سيئين، يعني تخيل واحد عمله جريمة جوا السجن وبسببها ينقلوا لهون، أكيد ما راح يكون شخص عادي. عشان هيك خلينا نقول إنهم بالسهل وإنها تكون معاملتهم قاسية. بعد كل إشي حكيت لك إياه وبعد ما شرحت لك ظروف السجن، كيف قدر هدول السجناء إنهم يهربوا منه؟ الآن بدنا نمشي خطوة خطوة. القصة مليانة أحداث وتفاصيل ما بتخطر على البال. القصة بلشت بعام 1961، سجين اسمه آلان ويست. آلان كان سجين عادي جدا، عمره 31 سنة. نقلوه لألكاتراز بعد ما تورط بمشاجرة مع عدد من المساجين بالسجن اللي كان فيه قبل ما ينقلوه لألكاتراز، اللي هو سجن سان فرانسيسكو المركزي. في مصادر بتقول انه تم نقله لسجن ألكاتراز بعد محاولة هروب فاشلة من السجن اللي كان فيه. المهم الزلمة اول ما دخل للسجن فكرة الهروب ما كانت عم بتفارقه. بمرة من المرات تم تكليف ألان بمهمة تنظيف سطح الزنزانات، وهو عم بكنس فوق السطح وماشي بهالمكنسة وعين الله عليه وصل لفوق الزنزانة اللي هو محبوس فيها. لاحظ انه في نسمة هواء منعشة عم تيجي من السقف، رفع راسه لفوق وشاف فتحة تهوية كبيرة. المفاجأة انه فتحة التهوية كانت عريضة وبيقدر يمر منها. لما طلع جواها شاف السماء، يعني هي عبارة عن أنبوب بتوصل المكان اللي هو فيه بسطح السجن، وحتى القضبان المعدنية اللي كانت مغطي هاي الفتحة كانت مصدية وطرية، يعني كان من السهل انه يخلعها، وفي حال قدر يخلعها بيكون صار فيه انه يطلع من هاي الفتحة ويطلع برا السجن. الا انه الاشي مش بهاي البساطة، اكيد هو بحاجة فريق يخطط معاه ويساعده. وهون بيظهر الشخص الثاني بالخطة واللي هو فرانك موريس، عمره 33 سنة. فرانك برضو نقلوه على الكاتراز بعد ما حاول يهرب من السجن اللي كان فيه وانقبض عليه. بعد ما قبضوا عليه مدير السجن قال له رح أنقلك على الكاتراز وبوعدك هناك رح تنسى طعم الحرية طول حياتك. المهم فرانك وألان كانوا جيران، بينهم حيط واحد. أول ما رجع ألان من مهمة التنظيف اللي كانوا عطينه إياها خبر فرانك باللي شافه وقال له إنه هاي فرصتنا للهروب. طبعا ألان هو صاحب الفكرة وهو اللي اكتشف فتحة التهوية، أما فرانك فهو العقل المدبر لكل إشي، هو اللي خطط كل تفصيله من تفاصيل هاي الخطة. فرانك كان أذكى من 98% من البشر، الآي كيو تبعه أو معدل ذكائه كان 133، يعني هو واحد عبقري بكل معنى الكلمة. بالفعل أول شيء عمله فرانك إنه حكى لألان إحنا لازم نعمل فريق ولازم ينضم إلنا ناس عشان تساعدنا بالهروب. 5 أيام وهو يفكر بواحد مناسب عشان يساعدهم، واختار بالنهاية الأخوين جون أنجلين وكلارنس أنجلين. طبعا سبب اختيارهم لأنهم جيرانه وزنزانتهم موجودة جنب الزنزانة اللي هو فيها، وثانيا لأنهم إخوة وموجودين بزنزانة واحدة، يعني من السهل أنه يتواصل معهم ويعطيهم التعليمات بنفس الوقت. كل يوم بالليل كان فرانك يقعد جنب الحيط هو وألان ويتناقشوا بتفاصيل الخطة، وبمجرد ما يخلصوا نقاش ينتقل فرانك لناحية زنزانة الأخوين أنجلين ويخبرهم بالشي اللي صار ويعطيهم التعليمات. أول شي طلبه فرانك من ألان أنه بالمرة الجاي اللي رح يطلع فيها على سطح الزنزانات لازم يعمل مسح كامل للمكان ويعرف كل إشي موجود هناك، لازم يشوف شو هي الطريقة اللي ممكن توصلهم لفتحة التهوية. وبالفعل أول ما صار دوره لتنظيف السطح مشط المكان بالكامل. المفاجأة كانت أنه خلف الزنازين كان في ممر طويل عرضه متر تقريبا، وهو عبارة عن مساحة للتهوية بين الزنازين وبمر منه أنابيب الصرف الصحي. طبعا الممر مهجور وما حدا بمر منه، وفي حال قدروا أنهم يوصلوا عليه
رح يكون من السهل عليهم انهم يطلعوا لسطح الزنزانة، وبالتالي بوصلوا لفتحة التهوية وبهربوا منها. الخبر الحلو انه بكل زنزانة كان في شباك صغير بالحيط عرضه 30 سنتيمتر وارتفاعه 20 سنتيمتر موجود تحت المغسلة. هذا الشباك بيوصل الزنزانة بالممر اللي حكيت لكم عنه. طبعا الشباك صغير كثير ومغطى بقطعة حديد مثقبة، من سابع المستحيلات انه حدا يمر منه، الا انه فرانك كان عنده الحل. فرانك انتبه انه حيطان السجن كانت قديمة جدا، كان لها اكثر من 15 سنة ما ترممت، وبسبب مناخ الجزيرة الرطب وملوحة البحر الشديدة الحيطان كانت متآكلة وكان من السهل انك تحفر فيها. عشان هيك طلب من الفريق انهم يهربوا معالق من المطبخ عشان يستخدموها بعملية الحفر، وبالفعل كل واحد فيهم على مدار شهر قدر انه يهرب معلقتين، واحدة كانت للحفر وواحدة كانت احتياط. وبالفعل بلشوا بتوسيع الفتحة. الاخوين انجلين استخدموا الشوك بالاضافة للمعالق، وهذا الشيء ساعدهم بتوسعة الحفرة بشكل أسرع. طبعا هون أثناء عملية الحفر واجههم مشكلتين، الأولى كيف بدهم يتخلصوا من الإسمنت والغبار والحجارة اللي بتطلع معاهم، والثانية كيف بدهم يغطوا الفتحة وما تبين آثار الحفر. قبل ما أحكي لك كيف حلوا المشكلتين لازم تعرف شغلة، هم كانوا يحفروا كل يوم على الساعة 9 مساء. ليش؟ لأنه بهذا الوقت كان مسموح للسجناء إنهم يغنوا ويعزفوا على آلات موسيقية لمدة ساعة كاملة. هاي الفترة كانت عبارة عن فرصة لكل السجناء عشان يطلعوا من الجو الكئيب اللي هم عايشين فيه، بالرغم من إنه كل واحد فيهم كان قاعد بزنزانته، إلا إنهم كانوا يعزفوا مقطوعة مع بعض ويغنوا مع بعض. الموضوع كان جدا حلو، وبالفعل السجناء قالوا إنه هاي الساعة كانت الأمل الوحيد اللي مخليتهم على قيد الحياة. أما ألان وفرانك والأخوين أنجلين فبمجرد ما تبلش هاي الحفلة تبعتهم كانوا هم يبلشوا حفر. الكل كان يكون ملتهي ومبسوط، والمراقبة ما بتكون شديدة بهذا الوقت، وصوت الغناء والعزف كان يغطي على صوت الحفر. خطتهم كانت انهم يبلشوا بعملية الحفر كل واحد بزنزانته، اما الاخوين انجلين فكان واحد فيهم يحفر والثاني يراقب الممر عشان يشوف الحراس. كان يستخدم مراية صغيرة عشان يكشف الطريق بالكامل. بمجرد ما كان يلمح حارس جاي باتجاههم كان يسعل بكل قوته. أول ما يعمل هاي الحركة كانوا يغطوا الفتحة بأواعيهم وكل واحد يقعد مكانه. أما كيف حلوا المشكلتين اللي حكيت لك عنهم، فبالنسبة للإسمنت اللي كان ينتج عن عملية الحفر اللي بيعملوها كانوا يرموه من فتحات الشباك اللي موجودة بالممر اللي ورا الزنزانة. وعشان تكونوا بالصورة، عملية الحفر هاي قعدت أكتر من 6 شهور، فكانت الكميات اللي تطلع معهم كل يوم قليلة جدا. ما تنسوا إن هم كانوا يحفروا بمعلقة والمراقبة عليهم كانت جدا شديدة، نسبة الإنجاز عندهم كانت بطيئة جدا وكل يوم كان في تقدم بسيط. أما المشكلة الثانية وهي تغطية الفتحة عشان ما تبين آثار الفتحة والحفر اللي كانوا عم بيعملوه، فهاي كانت مهمة فرانك العبقري وجون أنجلين. هدول التنين كانوا يشتغلوا بورشة الدهان التابعة للسجن. بالورشة عملوا دهان بلون الحيطة تبعت الزنزانة، استخدموا جرايد وكرتون وقطع من الحجارة الصغيرة والأسمنت، وعملوا مجسم شكله نفس شكل الفتحة الأساسية الموجودة بالحيط، وصبغوا هذا المجسم بنفس لون الحيط. كل يوم بعد ما يخلصوا شغل كانوا يغطوا الفتحة الكبيرة بالمجسم الكرتوني، وكانوا يعلقوا فوق المغسلة أواعيهم بطريقة تغطي هاي الفتحة كلها. وبما أنه الحراس ما بدخلوا لجوا الزنزانة فكان من المستحيل إنهم يشكوا بالموضوع. بالفعل سنة كاملة وما حدا حس إنه الموجود على الحيط مجسم كرتوني، ولا حدا كان شاكك إنه وراء هذا المجسم في فتحة بمر منها بني آدم. بعد 6 شهور تقريبا الفتحة صارت جاهزة. بمرة من المرات طلعوا من الفتحات، التقى ألان وفرانك وجون بالممر الموجودين وراء الزنازين. تلاتتهم فحصوا المكان وعملوا دراسة كاملة عنه، تبين معهم إنه الموضوع سهل جدا. بمجرد ما انهم طلعوا لهذا المكان بيصير سهل عليهم انهم يوصلوا لفتحة التهوية. بعد ما خلصوا جولتهم رجعوا على غرفهم عشان يبلش القسم الثاني من الخطة. المشكلة اللي كانت بطريقهم وما كان لها حل ابدا انه في حال طلعوا من السجن وصاروا برا كيف رح يصبحوا باتجاه المدينة؟ الموضوع كان مستحيل للاسباب اللي ذكرت لك اياها ببداية الفيديو، زي برودة المي والتيارات المائية القوية والجليد، بالاضافة للاشاعة المشهورة بأنه حوالين هذا السجن مليان أسماك قرش وحنكليس. هون قالهم فرانك بكل ثقة رح نصنع قارب وسترات نجاة من المواد الأولية المتوفرة عنا. تمام الفكرة حلوة، أو خلينا نقول إنها بديهية وأي حدا مكانه رح يخطر بباله نفس الفكرة، لكن كيف وليش كل هاي الثقة؟ كيف كان عنده كل هاي الثقة إنه إحنا بدنا نعمل سترات نجاة ونعمل قارب؟ من وين؟ الإشي اللي ما كان حدا بيعرفه إنه فرانك قرأ أغلب المجلات اللي كانت موجودة بالسجن،
طبعا هاي المجلات اللي كانوا يجيبوها على السجن، اوعك تفكر عشان السجناء انهم يقرأوا، لا، كانوا يلفوا فيها سندوشات الاكل او يستخدموها لاي اشي ثاني، زي انهم يغطوا فيها الارض لما يعملوا ورشة دهان. اي مجلة بالسوق كان يزيد منها اعداد كانوا يودوها على الكتراز. الاعداد اللي كانت توصلهم مرات تكون 2000 او 5000 نسخة. مش مهم شو اللي مكتوب جوا المجلة، المهم بشو رح يستخدموا هاي المجلة. فرانك باول فترة وصل فيها للسجن كان يشتغل بالمطعم واشتغل كمان بورشة الدهان، لكن فرانك كان يقرأ هاي المجلات. بمرة من المرات قرأ مقالة بوحدة من هاي المجلات. المقالة كانت تحكي عن طريقة تصنيع قارب وسترة نجاة من المواد المتوفرة بالبيت، ومن هذاك الوقت حفظ الفكرة لأنه كان متأكد أنها رح تلزمه بيوم من الأيام. المشكلة كانت أنه فرانك ما كان متذكر تفاصيل المقالة كلها، عشان هيك بأول يوم دوام إله بورشة الدهان صار يدور على المجلة هاي عشان يقرأ المقالة كمان مرة. أول ما لقاها مزع الورقة وسحبها من المجلة، خبى هاي المقالة معاه وهربها لغرفته. طبعا لما عرف آلان والأخوين أنجلين أنه فرانك هرب المقالة وصارت معاه طريقة تصنيع القارب، عملوا عيد. ما كان خاطر ببالهم أبدا كيف بدهم يصنعوا القارب، المعلومات عندهم والمواد الأولية كمان عندهم، لكن وين رح يصنعوا قارب لأربع أشخاص بدون ما حدا يحس عليهم؟ هون طلب فرانك من آلان والأخوين أنجلين إنهم يوقفوا الخطة لفترة بسيطة، قال لهم اتركوني شوي لألاقي طريقة مناسبة. الإشي اللي ميز هدول الأشخاص وخلى خطتهم تنجح إنهم كانوا مرنين جدا بتنفيذ الخطة وكان عندهم صبر، والأهم إنه تعليمات فرانك بالنسبة للكل كانت أوامر. الكل كان متفق بأنه فرانك هو طوق النجاة والوسيلة الوحيدة لنجاح الخطة، وبما أنه قال لهم رح نوقف الخطة شوي فخلص أكيد هذا الكلام لمصلحة الكل. المهم فرانك بمرة من المرات كان قاعد بغرفته، انتبه على السجناء اللي كانوا عم بينظفوا سطح الزنازين الموجودة مقابل زنزانته. انتبه أنه طول فترة التنظيف بيكون في غبار كثيف وبيكون في أوساخ عم تنزل لتحت. هذا الإشي كان يزعج الحراس والسجناء، فقال لك بس هاي هي، بدنا نجرب تجربة، إذا زبطت رح نرجع نكمل خطتنا. بنفس اليوم طلب فرانك من آلان إنه لما يطلع ينظف السطح المرة الجاي يجمع كل الوسخ والغبار الموجود على سطح الزنازن فوق غرفة آلان، يعني عند فتحة التهوية اللي رح يهربوا منها، وبمجرد ما يصير هون يكب كل الوسخ لتحت. وأول ما حدا يعترض من السجناء أو الحراس يقترح على الحارس انه يغطي هذا المكان ببطانيات قديمة عشان يمنع الغبرة من انها تنزل لتحت، وبالفعل هذا اللي صار. والمفاجأة انه الحراس وافقوا، قالوا له غطي كيف ما بدك، المهم ما ترجع تنزل علينا غبرة لتحت. لما سمع هاي الجملة آلان طار عقله من الفرحة، نزل جاب بطانيات وغطى مسافة 10 متر، يعني صار عندهم 10 أمتار حوالين فتحة التهوية مسكرة وغير مكشوفة للحراس. ومعنى هذا الكلام أنه صار عندهم ورشة عشان يشتغلوا فيها كل يوم. لكن هون كان في مشكلة جديدة، كيف رح يتركوا غرفهم ويطلعوا لفوق عشان يشتغلوا بدون ما حدا يحس عليهم؟ الحل هاي المرة كان عند فرانك وكلارنس أنجلين. اقترح فرانك أنهم يعملوا مجسمات بشكل رؤوس حقيقية، المجسم له شعر طبيعي ولونه بلون البشرة. وبما أنه جون وفرانك بيشتغلوا بورشة الدهان قدروا انهم يهربوا ورق وكرتون ودهان، خلطوا فرانك ليكون لونه بلون البشرة. طبعا عملوا المجسم باستخدام ورق الحمام والكرتون والورق العادي، خلطوه وخلطوا معاه صابون ومعجون اسنان والاسمنت اللي كان يطلع من عملية الحفر، وقدروا انهم يشكلوا مجسمات مطابقة تماما لشكل الرأس. وبالدهان اللي عندهم لونوا الوجه بلون البشرة. ضل عندهم مشكلة واحدة فقط، من وين بدهم يجيبوا شعر لهاي المجسمات؟ هون أجا دور كلارنس أنجلين لأنه هو اللي كان يشتغل حلاق السجن. كلارنس كان كل يوم يهرب كمية كبيرة من الشعر لجوا غرفته، وكان يتقاسم الكمية مع أخوه آلان وفرانك. وطبعا المجسمات اللي عندهم صار إلها شعر، وصاروا بيقدروا يستخدموها كبديل لما يتركوا الزنزانة ويطلعوا على الورشة. كل يوم بالوقت اللي كانت تبلش فيه حفلة السجناء ويقعدوا يغنوا كانوا يحطوا الرؤوس مكانهم على التخت ويطلعوا من فتحة التهوية على سطح الغرف ويبلشوا شغل. الشغل انقسم لقسمين، اولا قص قضبان الحديد اللي ساد فتحة التهوية، وثانيا تصنيع قارب مطاطي وسترات نجاة. السؤال شو رح يستخدموا بصناعة القارب وسترات النجاة؟ رح يصنعوها من المعاطف الطرية. هاي المعاطف كان موجود منها عدد كبير بالسجن، السبب انه في اعمال كانوا يعملوها السجناء والحراس برا مبنى السجن، وبما انه المنطقة باردة ومناخها متقلب فكانوا بحاجة لهاي المعاطف.
طبعا فرانك حتى بهذا الموضوع كان حاسب حسابه، قال امتى بيكونوا هدول المعاطف مهملين وما حدا بيستخدمهم؟ اكيد بالصيف، عشان هيك رح نصنع قارب النجاة بالصيف. هاي المعاطف بتكون موجودة بالمخازن وما حدا بيكون سائل عنها، وقتها من السهل رح يكون انه نسرقها بدون ما حدا يحس انها عم تنقص او تختفي. بالفعل قدروا انهم يسرقوا 22 معطف، وعلى مدار شهرين اول ما يبلشوا السجناء يغنوا يحطوا المجسمات على التخت عشان يبينوا انهم نايمين، ويطلعوا للسطح ويبلشوا يشتغلوا بالمكان المغطى، يقعدوا يعملوا القوارب من السترات ويقصوا قضبان الحديد اللي مغطي فتحة التهوية. بعد شهرين خلصوا كل اشي وصاروا بيقدروا يهربوا من السجن. اختاروا انه بيوم 11/6/1962 رح يهربوا من السجن، واجى اليوم المنتظر وبالتحديد على الساعة 10 بالليل. طفى الحراس إنارة السجن والسجناء كلهم ناموا، أما فرانك وألان والأخوين أنجلين حطوا الروس الصناعية مكانهم وطلعوا من فتحات التهوية لسطح الزنازين. لكن صار إشي ما كان لا على البال ولا على الخاطر. ألان ما قدر يطلع من زنزانته، السبب إنه باليوم اللي قبله ألان كالعادة غطى فتحة التهوية اللي بزنزانته بقطعة الكرتون، لكن من باب الحيطة حط كمية إسمنت كبيرة عشان تضلها ملزقة الكرتونة مكانها وما تفلت. الإسمنت تصلب وصارت الفتحة ضيقة وما قدر إنه يطلع منها. في رواية ثانية بتقول إنه خلال فترة تصنيع القارب ألان ما كان يطلع معهم للسطح عشان يضلوا مراقب المكان وينتبه على الحراس، وخلال هذول الشهرين زاد وزنه وصار من الصعب عليه إنه يمر من فتحة التهوية للممر اللي موجود خلف الزنازين. طبعا رفقاؤه الثلاث قالوا له إحنا راح نكمل، وانت بمجرد ما قدرت تكبر الفتحة وتطلع الحقنا. أما الباقيين طلعوا على سطح الزنازين ودخلوا من فتحة التهوية، كملوا لحد ما وصلوا لسطح السجن. هناك اتسللوا لتحت واكتشفوا انه ما في لا قناصة ولا حراس، وانه كل هاي الروايات كانت عبارة عن إشاعات. وصلوا للسور المحيط بالسجن واللي كان عبارة عن شيك معدني، قصوا السور وطلعوا منه. وصلوا للشاطئ وطلعوا القارب وسترات النجاة، نفخوها باستخدام منفاخ هم صنعوه. المنفاخ كان عبارة عن آلة الأكورديون الموسيقية، شالوا منها الجزء الصوتي وحولوها لمنفاخ نفخوا فيه القارب وسترات النجاة. استنوا شوي لعل وعسى انه ألان يلحقهم. ألان هو صاحب الفكرة وهو كان السبب بوصولهم للمرحلة اللي هم فيها اليوم، إلا انهم فقدوا الأمل وطلعوا بالقارب وكملوا طريقهم باتجاه الحرية. تاني يوم الساعة 7:30 صباحا كالعادة بلشوا الحراس يلفوا بين الزنازين عشان يتفقدوا السجناء. وصل الحارس لزنزانة الأخوين أنجلين ولاحظ انه التنين بعدهم نايمين، دخل العصاية وضرب على راس واحد منهم. لتكون المفاجأة انه الراس وقع على الأرض. الحارس خاف ورجع لورا عدة خطوات، فتحوا باب الزنزانة وفاتوا لجوا وتفاجأوا بانه الاتنين مش موجودين. طبعا الاشي المضحك انه لحد اليوم المجسمات اللي استخدموها وكل الأدوات اللي استخدموها عشان يهربوا موجودة بمتحف السجن، وفي سياح من كل دول العالم بيروحوا ليشوفوها. المهم صار تفتيش والحراس فاتوا لعند ألان واللي كان قاعد على الأرض بيدخن، كان قرفان الدنيا باللي فيها. طبعا ألان كان متعاون جدا وحكى لهم كل إشي لأنه كان فاقد الأمل من الحياة كلها، لدرجة أنه طلب من الحراس أنهم ينهوا حياته عشان يرتاح. المفارقة كانت إنه فرانك كان حاسب كل إشي. لما سألوه لألان طيب وين هربوا السجناء، قالهم الشخص الوحيد اللي بيعرف الوجهة هو فرانك، ولما كنا نسأله كان يحكي لنا إنه لازم يضل هذا الموضوع سر معاه هو فقط لحاله عشان في حال انقبض على واحد منهم ما يدل على الباقي. طبعا طلعت فرق البحث وما كان في أي أثر لإلهم، عشان هيك صرحت إدارة السجن إنه السجناء الثلاث غرقوا وماتوا بالبحر، وإنه نجحت خطتهم بالهرب لكنهم ما قدروا يقاوموا البحر وماتوا قبل ما يوصلوا للشاطئ. وطبعا هذا الكلام ما كان صحيح، العملية نجحت والشرطة شافوا سترات النجاة على الشاطئ من الجهة الثانية، إلا إنه هذا التصريح كان الهدف منه إنهم يغطوا الفضيحة اللي صارت بالسجن. طبعا السلطات الأمريكية ظلت متكتمة على تفاصيل عملية الهروب وكيف قدروا إنهم يهربوا لمدة 20 سنة، ما حكوا أي إشي أو أي تفصيلة كيف هدول السجناء قدروا انهم يطلعوا برا السجن. بعد سنة واحدة من القصة وبالتحديد عام 1963 تم انتاج فيلم بيحكي عن العصابة وكيف قدروا يهربوا. الغريب انه اغلب احداث الفيلم بالرغم من انها صحيحة
كتاب الفيلم حصلوا عليها بطرق غير شرعية، ولا معلومة حصلوا عليها من مصدر رسمي. السلطات الأمريكية كانت متحفظة على القصة بشكل غريب، ومع ذلك اللي أنتجوا الفيلم كان عندهم تفاصيل دقيقة وصحيحة. بنفس السنة سكروا السجن، وبدل جملة على صخرة الكتراز تتحطم أحلامكم بالحرية، كتبوا على باب السجن أحلام الحرية حطمت على صخرة الكتراز إلى الأبد. السجن من بعد قصة الهروب اتسكر وصار معلم سياحي. بعام 1975 الأخوين أنجلين بعتوا صورة إلهم للشرطة الأمريكية عشان يثبتوا لهم إنهم بعدهم عايشين. وزي ما قلت لك بعام 2013 فرانك موريس العبقري بعت رسالة للشرطة وقال لهم إنه جاهز دا يسلم حاله، لكنه ما رجع تواصل معاهم واختفى مرة ثانية. طبعا للأسف بكل هاي القصة ما راحت إلا على آلان ويست، هو اللي اكتشف طريقة الهروب وساعد بالتخطيط والتنفيذ، لكنه ما قدر يهرب. يمكن هذا الإشي الوحيد المنيح، لأنه لولا آلان ما كان حدا عرف تفاصيل الخطة وكيف عملوا أذكى عملية هروب بالتاريخ البشري. هاي كانت قصتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. إذا كنت مهتم بالقصص الغريبة اللي بتشبه هذا الفيديو، بنصحك تشوف فيديو أعظم هروب من السجن. بهذا الفيديو حكينا قصة سجين هرب 4 مرات من أخطر سجون اليابان. احكوا لي رأيكم، هل الوهم والكذب اللي كانوا عاملينه الشرطة الأمريكية هو اللي كان مانع المساجين من الهروب بالبداية، ولا فرانك موريس هو خارق للذكاء فعلا وقدر انه يكسر منظومتهم ويهرب؟ انا ابو الصادق، سلام، وبشوفكم فيديو جديد.